كن هنا يوسف، حتى حاجه ما غاديش تفرقنا الا الموت، وهذا الشيء راه فيه تهضرنا عليه وعتينا عليه العهد. انا عارفه حبيبتي ما قلتلكش لا، ولكن غير بغيت نتاكد واش بقى مساعدك توجهي كيف كانت ولا تبدلات. وعلاش غتبدلات يوسف؟ ملي كتبغي شي واحد كتبغي حياتك كلها، وزايدون انا ما عنديش المشاعر اللي كتبدل. صراحة حبيبة أنا واحد الإنسان اللي محدود بزاف، شتي ملي كيكتب لك الله يدخل واحد الإنسان طيب حياتك، راه هذاك هو رزق كبير من عند الله. والحمد لله طيبون للطيبات لهلا يحشمهم. قول لي يا يوسف وقتاش ناوي تجي تخطبنا؟ حبيبتي راني عارفة ديك البارت ما يلاه كملتها، باقي لي هذاك واحد شوية د الفراش ونجدو وأنا مع حبيبتي ندير ليها شي عباسية فاعلة تركها. والد انا عارفك مرضي وديما كدير كلامي ما كتطيحش منه، داكشي علاش بغيت نخبرك ملي انا وباباك قررنا نزوجوك، وهادشي اتفقنا عليه انا والحاج باش نشوفو لك البنت اللي توالمك. اش بان لك ولدي اللي درتيها ماما؟ انا معاك، انا ما غاديش نخسر لك خاطرك. الله يرضي عليك يا وليدي، راك عارفه ولدي بلي انا شويه لا مينوبوز وكنحس بالارهاق، ما بقيتش قادره على شغل الدار، راك عارف الفيلا كبيره. علاش ما تشوفيش ماما شي خدامه تهنيك من الخدمه ديال الدار؟ نو ولدي الخدامات احياني يا وليدي، هادوك راه الخداعات. هنا لالا سعاد بقدي وقامتي نجيب شي لفعه اللي تدور لي بجنابي ودير لي المشاكل مع باباك باديتو ما نبغيش. طاهر مازال ما ساليتيش؟ قريبة سيد الحاج. هو سربي شويه كاع ما تحتاج هاد الوقت كامل. راه انا سيدي الحاج درت اكثر من جهدي. وخلي داكشي اللي في يديك، سير شوف لالاك سعاده شنو خصها وتقدا ليها وتكيس ثاني على ديك الطوموبيل. واخا سيدي الحاج دابا. صح ماما عندك الحق، بس ريزونابل كلامك ديما معقول، هادشي باش كتعجبيني. هكذا نبغيك ولدي الله يرضي عليك. لالا ولالا وي طاهر هانا ماجيه. واخا لالا. وليد ايوا دابا سير لخدمتك وليدي، الله يسهل عليك ويسر امرك. انا غادي نوصي طاهر يجيب لي شي صخيره ويجيب لي شي ديسير باش نوجد لولدي شي شهيوه للغدا. واخا ماما حتى انت تكيسي على راسك وغيب شويه عليك، راك انت كلشي عندنا صافي. الله يرضي عليك. يلا طلي في راسك ودير بها راسك صافي. اوكي ولدي الله يسهل امرك. بون كوراج. أوا بصحتكم. الله عليك صحة أمي. إيوا نوضي رقية، نوضي رقية جمعها هاد المعان.
وجيبي لينا شي براد تاع تاي سخون نشربوه نوضو بحالتنا. اوا خويا بلاتي عليك، راني عيانه مالك زربان. انا نيت امي زربان، نمشي قبل ما يصوني عليا عاوتاني داك الباترون يبرصنا. لا ولدي لا جلس، راني عمار تاتا يحطو عاد حطيت لكم الغدا. ايوا نوضي تحركي تحركي يا رقيه. ناري ناري وكيفاش ثقيله دمك هذه؟ ايوا با صبر معاها مسكينه راه عيات. الله يحسن احسن عوام. ايه متى يا ولدي غتجيب لي شي عروسه اللي غتعاونني؟ حتى هو نهار كبير عندي ان شاء الله. ان شاء الله الله يكمل بخير وعلى خير. اه ولدي الله يفرحني بالنهارك يا رب. الله يكمل بخير وعلى خير. امين يا رب. يا الله يكمل بخير وعلى خير يا مزيان. ويلي تقول لي شي؟ والله ما عرفت، ما نقدرش نوعدك حتى شي حاجه، غنشوف ظروفي. حاولي يا عندي ما نقول. بحالاش؟ راه ماشي ديالي. هاتيا صوتي لنا قهيوه. ميرسي. ميرسي ما بال. ريم قولي لي يا بنتي، وجدتي راسك؟ رجعتي مزيان؟ موجودة الامتحانات؟ ضرورة ماما، راكي عارفاني كي دايرة، قريتي ما نفرطش فيها. الله يرضي عليك يا بنتي. امين. ايوا هانتي الا نجحتي. يا ربي يا ربي الا نجحتي يا بنتي، باباك غادي يشري لك واحد الكادو مطرطق. غير بابا ماما انت ما غتاخدي ليا والو. بيان سور الكبيده ديالي غادي ناخذ لك اللي بغيتي. امري تعملي. لا لا يخطك عليا ماما، الله يخليكم ليا بجوج انت وبابا. بونجور. امين. بونجور مون فيس. ماما صافا عليك؟ الحمد لله. كدوزتي حتى جوني مزيان؟ صافا تري بيان الحمد لله. ريم ما مشيتيش لافاك اليوم؟ سي مشيت، لقيتني يلاه جيت. اه مزيان. انت ماما كدوزتي النهار مزيان؟ تري بيان مون فيس. قول لي ولدي شفتك جيتي اليوم بكري. غير حسيت بشي واحد على الوالده وجيت نرتاح. سي بيان مون فيس. ريم الله يرضي على بنتي، صوبي لخوك واحد القهيوه بحال هادي. يا ماما هي الاولى. الله يرضي على بنتي. ليلى راسك شي اخبار؟ شنو؟ امي عاودت ليها على كل شيء، على العلاقه اللي بيناتنا وحتى على زواجنا. صراحه فرحات بزاف. عرفتي شنو قالت ليا؟ قالت ليا ولدي هذاك هو النهار الكبير عندي، نشوفك بولاتك ومراتك مرتاح. الله يسمح لينا من الوالدين. امين. سبحان الله العظيم، راه كيبغوا يشوفوا ولادهم داروا ديورهم وبولادهم عاد كيرتاحوا. اه عندك الصح. وحتى حنا ان شاء الله اذا كتب الله وطولنا الله في العمر نتزوجوا ونولدوا ولادنا وغنوليهم نفكروا حتى حنا بحال والدينا ان شاء الله. قول لي يا يوسف ان شاء الله الا تزوجنا شحال بغيتي نولدوا؟ وشحال بغيتين انا نولدوا؟ دوك الامور راه لا ما خصش الانسان يتفكر فيهم، كيبقاو ديال الله سبحانه وتعالى. والا ما رزقنا الله هذوك الولاد عندنا ما نديرو؟ بصح عندك الحق. هو نوضي نوضي بالك الشمس شويه. قول لي يا طار، هذيك البنيته اللي كانت كتقرا شنو باقي كدير؟ ولا سيد الحاج، البنت خدات الماستر ديالها وجالسه في الدار، لا خدمه لا ردمه. شنو بغا دير بشي خدمه طار؟ راه البنت يصلح ليها زمانها وراجلها ماشي فلوسها. والله يهديك اسيدي الحاج، فينا هو الرجل وفينا هي الخدمه هاد الساعه. ايوا سي طار، هذيك البنيته بغيتها لولدي والد الا قبلتي علينا. هذاك هو النهار الكبير عندنا سيدي الحاج، مرحبا بك 66 ألف مرحبا.
عرفت يوسف، الحلم ديالي جمعنا دار واحدة ونعيش حياتنا كيف بغينا، تكون لي سند ونكون لك سند، نتعاونوا على الزمان، انت من جهة وانا من جهة، حتى نكبروا ولادنا ونعيشوهم في الرفاهية وما تخصهم حتى حاجة. لا ليلى اسمحي لي، شتي نقول لك واحد الحاجة، مسؤولية الدار والولاد والمرأة على الرجل، ولكن في نفس الوقت ما نقدرش نمنع عليك على خدمتك القضية. الناس كلهم كيتعاونوا ياسر، أغلبية العائلات كتلقى الرجل خدام والمرأة خدامة ومعاونين على الزمان ما فيها والو. آه عندك الحق، ولكن بالتراضي وبالخاطر. داكشي اللي كان. تعطلت مشات عليا الوقت، يلاه نتحركوا. صافي مشيو. خصني نرجع للدار. سخيتي بيا. ما سخيتش ولكن خصني نرجع للدار ما نتعطلش كثر. وعلاه غتلقى ما احسن منه؟ هاوي اللي تصطات حتى ترفض. السيد ولد عائله كبيره والفلوس غير مشتة، والطوموبيله هبلاتني نهار فاش جيت عندك، والله الا بقيت غير حاله فمي. وغتعيش في الراحه والهنا، وما غادي تكون مخصوصه حتى من حاجه، رجلها غادي يوفر لها اي حاجه حلت عليها فمها. راه مهندس ولد اكبر تاجر، غيخلي مرته مخصوصه من شي حاجه. هذاك الشيء اللي بغينا، بغينا حتى تنقدنا من هذا الفقر فاش حنا عايشين. جيتي سيغ الحاج باللي طاهر غادي يقبل بالنسوبيه ديالنا، علاه فين غادي يلقى شاب وسيم وانيق تبارك الله بحال والد ولدي، من عائلة كبيرة، داكشي علاش غادي يقبل ويقول مرحبا بالنسوبية ديال الحاج. إيوا متى بغيتي نمشيو نخطبوها الحاجة سعاد؟ غادي نشوف مع والد وقتاش الغوبو ديالو ونمشيو. إيوا سربي ونا نحيدو هادشي دغيا، أنا راه ما مساليش، راكي عارفة عندي بزاف د الشغالات. واش أنا كرهت فيها الحاج؟ غير راك عارف قالوها ناس زمان زواج ليلة تدبير وعام. وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير. قالت لي امك ولدي شي هضره، واش بصح؟ ادوا ولدي مالك حشمان، الزواج ما فيها عيب. بصح با ايوا الا كنتم فاهمين بعضياتكم، انا ما نجيتكم غير الخير، والله يكمل بخير وعلى خير. امين ابا. الله يخليك ليكم عليا انتيهم. وقول لي يا ولدي، ايمتى بغيتي نمشيو نخطبوا لك ان شاء الله؟ قلتها لي قبالة منك، قال لي حتى نكمل الفراش ديال البارتما ديالي. ان شاء الله ابا نكمل داك واحد شويه ديال الفراش اللي بقى لي وما يكون غير خير ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن الرحيم، الله يكمل بخير وعلى خير. ان شاء الله ولدي ان شاء الله. بسم الله. إيوا راني كنتسنى جوابك يا ولدي. درتي يا ماما لا قبل بها، انت عارفة مصحتنا اكثر من اي واحد. الله يرضي عليك وليدي الغالي على قلبي، الله يخليك ليا. انا وليدي قررت نزوجك بنت من عائلة فقيرة، و بصح انا بغيتها تكون على قياس يدك وقياس يديا، وما تلقاش معاها حتى مشكل في حياتك. وزيدونا شنو بغات من غير تاكل وتشرب وتلبس سيتو، وما تكونش من داك النوع اللي غيقول لك ديني ساريني، ديني للريستو نتغدى ولا نتعشى، يلا نعملو شوبينغ اليوم وغدا، راك عارف.
ولكن ماما راه خاص يشوفها هو الاول ولا لا؟ بيان سور بنتي غادي يشوفها، بصح ملي نمشيو نخطبوها وكيف قال لي باباك راها زوينه كتفتن وليدي بالزين، كتفتن بالزين. لا ماما ما كندويش على الزين، انا قلت زعما يتلاقاو يشوفها يهضروا ويتعرفوا يشوفوا واش غيتفاهموا ولا لا. مي مساله التفاهم ماشي مهمه، الا كانت كدير داكشي اللي عليها واحترمت لي عائلتي، واهم حاجه سمع الهضره ديال الماما راه حنا فاهمين. الا كان كونطخ جوموفو كل واحد غيش طريقه. فرحتيني يا ولدي، الله يكبر بيك، وهذا هو ولدي اللي كيسمع من كلامي، تبارك الله عليك. سمعوني يا وليداتي، راه الوالا ما خلاو التوالا ما يقولوا، المثل كيقول لغصيا الى مال من الشجره كيربطوا الناس باش يتقاد وما يبقاش عوج، وكنظن فهمتي قصدي. اعطيني شويه الوقت عمي نفكروا نجاوبك، وراه الزواج هذا ماشي لعب. فاش مازال بتفكر بنتي؟ الفرصه من الروح اللي كتجي في العمر، وين مشات عمرها ما كترجع. السيد ما فيه ما يتعب، غتعيشي معاه اميره بفلوس وطوموبيلتك وشيفور، وما غتخصك معاه حتى حاجه. اصلا يوسف غير فقير، ما غاديش يقدر يحقق ليا هادشي كله، والحب وحده ما كافيش، ما يقدرش يشري ليا طوموبيل ولا ذهب ولا كاع داكشي باش كنحل. فاش كتفكر بنتي فين ساهيه؟ لا والو امي، غير كنت كنفكر. صافي انا وافقت. الله يسخر بنتي. أسيدي مرحبا بكم، وعذرونا وقبلوا علينا. ترحب بك جنة طار، حنا راه ماشي برانيين، حنا راه غنوليو نساب وعائلة. لا لا يحشمنا، لا يجعل كلشي مبارك ومسعود. أمينة لالا فاطمة، حنا اليوم راه جينا طالبين راغبين في يد بنتكم ليلى لولدي وليد. إيوا وليدي ها أنت كتشوف هزين تبارك الله، والحشمة والأداب ما شاء الله. لالا فاطمة ملي دخلنا وجلسنا ليلى ما دوات ما تكلمات. أصلا هي ما كتهضرش بزاف، تي إلا كنا في الدار بوحدنا قليل فاش كتهضر. ما شاء الله. إيوا هانت وليدي شتي التربية تبارك الله. سي طاهر ما شاء الله تبارك الله عليكم على التربية ما شاء الله. الحاج إيوا قلهم نطيعوا العقد، نتو معنا البنت خير البر عاجلون. وهي ان شاء الله السي طاهر نديروا العقد ونديوا البنت معنا. راه كاين واحد المساله سي الحاج. اما يا سي طاهر، راه بنتي واخا تكاتبات مع ولدكم راه ما غادي تمشي لدارها
حتى نديروا العرس كما العاده. اسيدي ماشي مشكل، حتى حنا غادي نديروا العرس في اقرب الاوقات ونديروا شي بركه شي صدقه. اصلا هذاك الهرج ما عندنا ما نديروا به. ايوا سيدي الله يسخر. الله يكمل عليكم بالخير وليدي. يوسف شتك ماشي هو هذاك بحال لا عيان شي شويه. اودي ما عيان والو، حسيت بحبي مزير عليا شويه، حيلا وقعت شي حاجه في الطريق ربي السلام. اش هو اللي وقع حتى انت؟ تندير بحال العيالات الكبار، لا يوقع هنا لا يوقع هنا، داك الشيء راه كامل تخيلات كيف والو. تندى حمزه كاين اخويا واحد الحاجه سميتها الحاسه السادسه، ولكن انت باقي صغير ما كتعرف هادشي والو. اولا شكيتي اتصل بوالديك وهنينا. شنيت لي عندي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إي والله يجعل كل شيء مبارك ومسعود. ولدي أنا فرحانة لك اليوم بزاف بزاف. ليلى أنت أنا فرحانة لك بزاف، حنا كلنا فرحانين لكم. إن شاء الله تكونوا عرسان وإن شاء الله الله يسخر لكم. سي طاهر سمحوا لينا. لالا فاطمة الله يقبل الله يخلف، سمحوا لينا اللي سقيناكم. مو سامحه لالا سعاد، خيركم سابق، ما زدنا عليكم والو. شكون اللي كيسولني لك بنتي؟ هاتي غير صاحبتي خديجه. ايوا لا سير الكوزينه جاوب، راه زعما عندنا الناس. واخا سمحوا لينا. ما كاين باس الحاج، البنيتات لبعضياتهم. الله يهديهم ويحفظهم. امين. اش بغيتي يا يوسف؟ ما عندي ما ندير لك، الدنيا هكا دايره، الدنيا مصالح ومصلحتي مع مول الفلوس ماشي مع مول الحب. بلا ما تبقى تصوني راه ما غاديش نجاوبك ولد الناس. عرفتك غادي تتالم، ولكن اللهم تالم انت شهر ولا شهرين، ولا نتالم انا حياتي كلها. شو لك لوش بلاصة؟ عرفتي الله إلا جاني الجوع ديال بصح. داكور، ولكن إلا غتخلصي نتيا؟ إلا غتخلصي نتيا؟ راه بيان سور كو أنا اللي غنخلص، على في عمرك خلصتي. أنا كنضحك معاك. راه خلص شحال من مرة، قلت ولا نفكرك. دابا خلينا من هادشي. وي. وقولي لي أنا غيسطو باغي نمشيو ناكلو، أنا اللي عارضة على الكلام. جو بونس لي كنمشيو ليها ديال ديما. بغيتي في الجمعة تاني؟ لا مالك بس لا شي هادشي. يا شد مزيان اصاحبي. الخيانة ليلى ياه، ولكن ولا كيجيها غير شي حاجة من العائلة ممكن.
ليلى ما عمرها تخوني. والله ما كتشوف، اكيد كاين شي حاجه تما. شوف لالا سعاد، غادي نجمعوا العائلة وغنديروا ديك الصدقة ونبينا عليه السلام. ما عندي ما ندير بشي صداع ديال الناس. إوا الحاج هادشي اللي كنسمع ما مقنعنيش. اش غيقولوا علينا الناس؟ المجتمع راك عارف ما كيرحمش. اش غندير بالناس ولا المجتمع ما غيعطيك والو لالا سعاد؟ غيدخلوا لدارك ويعرقوها ويخرجوا على برا ويهضروا فيك، شدوا فيك الهضره. ايوا والعائله حتى هي اش غنقولوا لهم؟ كون غير كنا فقراء نقولوا ما كاين باس، الناس على قد حالهم. ولكن الحمد لله تبارك الله ما شاء الله عليك الحاج، راك تاجر ومن الكبار وراك عندك مكانه ديال كبيره تبارك الله. الله يهديك لالا سعاد، راه الناس اللي لاباس عليهم والتجار الكبار ما بقاوش كيتعندوا في هادشي، غير الفقراء مساكن يتسلفوا ويتكلفوا باش يبانوا قدام الناس، وهذه من علامات الجهل والتخلف. ايوا الحاج كلامك هو الكبير، اللي قلتيها نفذوها. حتى انا ما عمرني نخسر لك خاطرك، واللي قلتيها ليا والد هي اللي كاينه. الله يا ودي، والديك على راسي وعيني، نديرهم في عويناتي وما عمرهم يسمعوا مني شي حاجه اللي تقلقهم ابدا. الله يخليك ليا ليلى، صراحه بابا عرف يختار ليا، اختار ليا بنت ظريفه وزوينه، داكشي كامل اللي بغيت لقيته فيك. لا لا اختك. هادي هي قاد بزاف مع من كتهضر، انا ما بقاتش كاع كتجاوبني، ناس اخرين كتهضر معاهم، اكيد دخل شي حاجه اخرى حياتها. هادي حاجه باينه بلا ما تبقى تكذب على راسك. وديت يلا عمرتي العزيزه، تصبحي على خير، غدا عندي خدمه وخصني نفيق بكري شويه. تصبح على خير راجلي العزيز، كون قلتها لي كاع ما نشدك بالهضره حتى لهاد الوقت حشومه. انا ما سخيتش بك، ولكن ملي غتفيق بكري خصك تنعس باش تفيق مرتاح. واخا لا لا، يلا على خير. صباح على خير، باي باي. اوف سلام ليلى، علاش تبدلتي؟ اش واقع ما تليتيش؟ بغيتي نكملو تشجعي وقوليها ليا، انا كنتسنى جوابك. صراحة أيوسف نساني كيف ما أنا نسيتك، نسيتك أنت ما صالحش ليا وأنا ما صالحش لك. يلا بسلامة.
السلام عليكم. وعليكم السلام. عافاك اخويا تقدر تشوف لي طوموبيل شنو لها؟ مالها؟ عافاك تقدر تشوف لي طوموبيل مالها؟ مال الطوموبيل تاعي؟ ما عرفتش كتسكت ليا مره مره. سيرجعنا لنديرة ماس. سير. وي. فيا. عودي عودي أمر. سيري سيري مزيان. سيري. صافا لاله هو هذاك. صافا خويا تصايبات هي هذيك. يلاه معاون. شحال حسبتي عليا؟ لا لا اختي الخدمه اللي درت لك ما تحتاجش تكون فيها شي خلاص. لا ضروري خاصك تخلص. ولكن انت كذا صافا. واخا سيدي اللي بغيت قدم لك راسي مع كريم بنت الحاج علي اكبر تاجر في هذه المنطقه. بصرف انا يوسف الكنيسية كما كتشوفي. تشرفي. تقدر تخلي لي نمرتك وقت ما احتاج شي حاجه اتصل بيا ونتمنى تجي شي مناسبه فرد لك خيرك. مرحبا ما كاين حتى مشكل غير ملي فرح لك بهذا الجيست هذا هذاك هو الخير براسك. انا ديما فرحانه يا يوسف. هيا سجل مرة أخرى مرحبا بك. شكرا. حسيت به تبدل بزاف شي حاجة برزتو في راسو غير ما عرفت شنو هي. حتى أنا لاحظت فيه داكشي الولد ولا وجهه مهموم أكثر من القياس وما قدرتش نسولو ما بغيتش نبين ليه بأني راه عقت به وماشي هو هذاك. وانتيا ما سولتيه شرقية؟ سولتو وما عطانيش الراس الخيط قال لي ما بيا والا امي غير عييت من الخدمه. لا 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 رقيه سنين هو في هذه الخدمه ما عمرو وصل في هذه الحاله اللي وصل فيها دابا. هذاك الشيء غير عذر رقيه اما الله اعلم اشنا هو السبب الحقيقي اللي وصلوا لذيك الحاله. فهو تنطلب ربي تبارك وتعالى ما تكونش شي حاجه خايبه. هاد السيد ظريف ولد الناس خدام بعرق كتافو الاسلوب ديالو نقي ومحترم سبحان الله شحال مقبول ودغيا كيدخل الخلق. الو الو يوسف شكون معاه؟ مع كريم. مرحبا ريم بخير. الحمد لله. تقدر تجي عندي الطوموبيل ديالو وقفت وما عرفت ما ندير ليها. فين كاينه؟ جي غير نيشان مع الشارع الكبير غتلقاني وقفت تما. واخا واخا هاني جاي.
حمزه راه ديك البيكالا. اشنو بان لك الطار نحيدوا هذا الخير نهار السبت الماجي؟ وا زيد الحجاج غادي يقول لك اللي عجبك وغير عرفتك علاش غتهضر الطار. غنعطيك شي بركه باش توقف مع الناس اللي غتعرض عليهم ويجيو عندك للدار. واخا زيد الحاج الله يخلف عليك، حتى انا راه غير بغيت ندير شي حفله صغيره ونعرض على الفاميلا ديالي وشي صحابي وصافي. انت حر طاهر، عرض على من ما بغيتي، غير هو نصيحه ننصحك هذوك الناس اللي غايجيو عندك للدار وتوكلهم وتشربهم ويخرجوا على برا يهضروا فيك، من الاحسن لك دير هذيك البركه في جيبك وتعاون بها على الزمان. راه ما كرهتش زيد الحاج، راه غير عندي المره اللي يهديها قالت لك لا بدا نديرو واخا غير شي حفله صغيره. كريم مال الطوموبيل عاوتاني صراحه الطوموبيل ما بيها والو. ما بيها والو؟ تفلا عليا ريم ولا شنو؟ بقى فيك الحال حيت جيتي؟ لا بالعكس، واخا تكوني في قاع الدنيا وتعيطي ليا غادي نوصلك. صافي على هاد الحساب نبقى ديما نقول لك طوموبيلتي خسرات باش توصلني طاير. طوموبيلتك غير خليها بلا ما تفعلي عليها، انا وقت ما عيطتي ليا غادي نوصلك طاير طاير. المهم طاير في جميع الحالات، بان ليا حنا واقيلا اللي طايرين بجوج. هزينا هزة وحدة ياك. الحاج علي الله يخلف عليك. سي وليد الله يجعل كل شيء مبارك ومسعود. خاصك تعرف وليدي بلي الزواج راه السكينه والموده والرحمه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. صدق الله العظيم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حاج علي مبروك سيدي، فرحنا لك. سي وليد ويلا فرحنا لك النهار الله كملكوا شي. مرحبا بك ليلى في دارك. الله يبارك فيك. كل يوم ما تحشميش. انا كناكل ماشي حشمانه، ماكلتي هكا دايره. ماشي مشكل، غير بشويه عليك امرتي العزيزه. سبحان الله شكون اللي قال بلي الله غير رزقني هذا القمر. مكتبه وليد، في الحقيقه حتى انا ما عمرني كنت كنحلم نلقى راجل كامل ومكمل بحالك، ولكن ربي بغانا لبعضياتنا.
الحمد لله على كل حال استاهل كل خير. هنا قولي لي علاش جوج ما بغيت تعشى؟ عيد معاه قال لي ما في ما ياكل وقال لك شي حاجه في برا. لا لا ما مورش ياكل على برا من غير الا بدل بطبعه حيت كاين الانسان قابل للتغيير. الحمد لله الحسين غير دابا وكان ولا مزيان وتنحمد الله ونشكره غير الى لقى خاطرو هذيك هي الدنيا وما فيها. فاطمه بنتك ما غاديش تحيش معاك غتمشي مهما طال الزمن. ويه ولكن خلات بلاصتها الفرق صعيب الطهر ماشي فرق الموت حتى فرق الزواج. فاطمه الله يهدي علاه نتيني دابا ملي جيتي عندي ما خليتي والي ليك ولكن شويه بشويه حتى ولفتي. ويه متفقه معاك ولكن انا ماشي هي بنتي ليلى ملي تزوجنا حنايا ساكنين حدا دارنا الدار على الدار ولكن بنتي ساكنه في بلاصه اخرى الا غتجي عندي خص لي يجيبها. المهم لالا ساكنين في واحد المدينه 10 درهم ديال التاكسي وهي حداك الا ما قدر رجلها يجيبها. وليد عرفتي علاش جبتك هنا؟ باش نتبين بيك اسمعني مزيان بحال ابنك